السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا سهلة وبسيطة وسهل اللي أنت تعمليها في أي وقت. طبعا يا جماعة احنا في أيام البطيخ، كل سنة وأنتم طيبين كالعادة. طبعا بقى كل يوم بنجيب بطيخ أو كل يومين حاجة زي كده على حسب ما أنت بتجيبها عندك، تمام؟ دي طبعا من ضمن الفاكهة اللي احنا بنجيبها يوميا للبيت. طيب هنعمل إيه؟ طبعا احنا عارفين يا جماعة إن البطيخ غني بالألياف، تمام؟ يعني ايه غني بالالياف؟ يعني البطيخ بيحسسنا بالشبع، في نفس الوقت بيخلي جسمنا يخس، بيخلي يعني وما بيخليناش ناكل كتير بمعنى اصح. واقول لكم الكوبايه اللي احنا هنجهزها ديت دي بتشرب امتى؟ علشان ما تخليناش ناكل كتير، دي هتخلي ان شاء الله ما عندكش بطن، تخلي بطنك دايما مسطحه، جسمك كله نحيف، مالكش جوانب، مالكش ارداف، الحاجات دي كلها هنتكلم فيها. وهقول لكم ايه المكونات اللي احنا هنحطها على البطيخ ديت علشان يصبح جسمنا نازل ونحيف فترة قليلة جدا. يلا كده يا بنات سموا الله واضغطوا لايك، عايزة لقاء كتير للفيديو. ولسه بشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصلوا منه كل جديد. شيروا الوصفة علشان بنات كتير تستفيد من الوصفة بتاعتنا لانها مهمة جدا. وهقول لكم هنعمل ايه، يلا بينا وتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان تستفيدوا منه. مبدئيا كده يا جماعة كلتنا بنجيب البطيخ وكلتنا بنحب اكل البطيخ، تمام؟ فاحنا بنعمل ايه بعد ما بناكل البطيخ؟ بنقلب القشر كالعاده. فاحنا النهارده ان شاء الله هقول لكم على طريقه كويسه جدا من النهارده، لو انت عرفت الفوائد ديت مش هتنساها تاني. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه يا جماعه البطيخ يعني زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو غني بالالياف الطبيعيه، يعني حتى اكله كمان من غير القشر دوت ده بيبقى مغذي وفيه فايده كبيره ليك، تمام؟ ده حاجه. ممكن كمان ان احنا بنجيب البطيخ ذات نفسه وبنعصره وبنحط عليه مكونات وبنشربه، ده بيدينا احساس بالشبع وبيدينا طاقه وكمان يعتبر رافع مناعه كويس جدا. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه علشان ما نطولش عليكم طبعا في الفيديو؟ انا هاخد يا جماعه البطيخ كده اهوت، القشر بتاع البطيخ زي ما انتم شايفين كده، وباخد الطبقه اللي هي دي، بحاول ان انا اخد الطبقه يعني ايه اللي انتم شايفينها دي، تمام؟ اهي الطبقه دي طبعا ما تلزمناش مش محتاجينها، اللي حابب ياخد يقشر بحاله كده بقشره بحاله وماشي، اللي مش حابب خلاص. بس انا يا جماعه بصراحه ما بفضلش القشر الاكتر ده. كده انا هنزل على القشر شويه، بس المهم عندي ان انا ما اخدش الطبقه دي، ده كده انا هسيب، المهم عندي ان انا اخد دي بس، لان الفايده كلها في الطبقه ديت وفي الطبقه البيضاء، تمام كده؟ برضو نفس الشيء، الطريقة دي كويسة جدا يا جماعة ومجربة، وفي ناس كتير فعلا جسمهم نزل عليه. ده كده اهو بالشكل ده كده، وبرمي دي، لان طبعا القشرة بتبقى جامدة وصعب ان احنا نفرمها، وفين عم بتصفى بقى، فاحنا في غنى عنها. احنا هنعمل بداله مكون كويس جدا، على حسب بقى ما انت عايزة. عايزة تعملي كمية كبيرة اعملي، عايزة تعملي كمية صغيرة ماشي ممكن تعملي. انا هعمل على قد كوبايتين اتنين بس، والافضل ان انت تعملي كوبايتين. طبعا احنا في رمضان كل سنه وانتم طيبين، مش محتاجين ان احنا نكتر الكميه ولا حاجه، لان لو انت كترتي وبدت لتاني يوم يعني ما اعتقدش ان هي تبقى مستحبه قوي، فالافضل ان انت تعمليه الصبح بصبح. طبعا باخد كميه البطيخ يا جماعه اللي انا قشرتها بالشكل ده كده، بخرطها قطع على اساس ان انا هفرمها في الخلاط. واقول لكم برده على مكونين اتنين كويسين جدا، ده هيساعدوا برده في ان هما ينحتوا البطن معانا. ده كده اصبح البطيخ عندي جاهز اهوت، هنزله زي ما انتم شايفين كده. بعد كده معايا الليمونه اهيت، الليمونه دي يا جماعه انا هقطعها شرايح واحطها بجلدها بحاجه. كده معايا الليمون انا حطيت شرايح اهو بالشكل ده كده. ناقص بقى اهم مكون معايا اللي هو النعناع، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ده النعناع، ده اللي انا هاخده على المشروب بتاعي. هقول لكم برده بيتاخد امتى على اساس ان انتم تستفيدوا منه باكبر قدر. ده كده النعناع كفايه معاكي، لو انت معاكي عودين يبقى كفايه قوي اهو بالشكل ده كده. ده كده يا جماعه ده النعناع اهو، مش محتاجه غير كده.
معايا بقى انا هعمل كوبايتين اتنين ميه، ده على قد الكميه اللي انا هاخدها. طبعا انا قلت لكم لو انت حابه تعملي كوبايتين ثلاثه على اساس ان انت تاخدوهم من ساعه الفطار لغايه السحور تقدر تشربي منهم. ده كده يا جماعه اهوت، انا معايا كوبايتين اتنين كفايه قوي، مش محتاجه اكتر من كده. ده كده يا جماعه اصبح ده كده يا جماعه العصير بتاع البطيخ اصبح جاهز معايا، فانا برضو هصب فيه علشان الليمون والنعناع ما يبقى سهل علينا واحنا بنشربه. هقول لكم برضو الحاجات اللي احنا طلعناها دي قد ايه هتستفاد منها، مش هنرميها، هعمل لكم برضو بقى وصفه كويسه جدا. ده كده يا جماعه بقى الوصفه جهزت معايا. طيب هناخدها امتى؟ ده طبعا التفل اللي احنا طلعناه وصفناه هقول لكم برده هنستفاد منه بايه، مش هنرميه ولا حاجه. طيب الكوبايه ديت يا ترى هناخدها امتى؟ ده يا جماعه الكوبايه دي كويسه جدا، طعمها جميل جدا، مفيش يعني مفيش لها لا مراره ولا فيها حاجه مثلا هنقول فيها اعشاب كتير ولا حاجات دي كتير، ولا محتاجه سكر ولا محتاجه عسل ولا الكلام ده كله. الافضل ان احنا ما نحطش عليها عسل خالص ولا نحط سكريات خالص. هناخدها كده، ايوه هناخدها كده. هناخدها ازاي؟ هناخدها دي هنجرح صيامنا عليها، تمام، لان هي المفروض بتتاخد قبل الاكل، لا بقى على اساس ان هي تسد الشهيه معاكي، تمام كده، ما تخليكيش بتاكلي كتير، دايما بتحسسك بالشبع، بتحسسك ان انت بطنك مليان، فبالتالي مش هتاكلي كتير. خلاف كده كمان ان هي فيها الياف، العصير اللي احنا عملناه دوت ده يعتبر فيه الياف، تمام كده. طيب الكوبايه الثانيه بقى هناخدها امتى؟ هناخدها قبل السحور برضو، هنكون شاربين كوبايه زي دي. ممكن ان انت تاخدي 3 كوبايات، ازاي؟ هتاخدي طبعا كوبايه هتفطري عليها، بدل ما تاخدي تمر تاخدي عصير الحاجات اللي فيها سكريات ديت، لا انت هتاخدي الكوبايه ديت هتبقي انت الكسبانه. ازاي؟ على اساس ان انت هتفطري عليها هتبقى بالنسبه لك صحيه وكويسه جدا، في نفس الوقت زي ما قلت لك هتحسسك بالشبع، ودي هتخلي معاك البطن ممسوحه ومشدوده، مش هتخليك ان انت مثلا يعني ليكي كرش ولا حاجه، لا هتخلي يعني جسمك منحوت، تمام. يعني احنا نعمل كوبايتين ثلاثه على حسب ما انت عايز. يبقى كده خلاص الوصفه دي جهزت معايا، بنحطها على جنب كده ونبدا نشوف التصفيه اللي هي صفناها. التصفيه دي يا جماعه ممكن ان احنا نعمل بيها دهان للبطن، هنعملها ازاي؟ هقول لكم تعالوا بقى هنعملها ازاي. اول حاجه قال معايا الزنجبيل، باخد كده حوالي نص معلقه صغيره زي ما انتم شايفين كده، وبنرشه على المكون ده. بعد كده برضو معايا معلقه خل تفاح، بالشكل ده كده وبنقلبها. طبعا انتوا عارفين الزنجبيل يا جماعه اي منطقه في جسمك ان انت عايزه تنزليها استخدمي فيها الزنجبيل، لان الزنجبيل دايما بيشد الترهلات. خلاف كده كمان ان هو طبعا اي جسم مليان بتحس ان هو فيه خطوط بيضاء، تمام، زي منطقه البطن كده. حطينا الخل لان طبعا الخل كويس جدا اهو. ده كده الخلطه اصبحت جاهزه معايا، ممكن نعملها كده كده هنا على البطن. يعني احنا بناخد زي ما انتم شايفين كده جزء زي ده كده، بس المهم ان انت تكوني غاسله البطن بايه، بشويه ميه دافيين، وبتمسكي بتدلكي كده اهوت بهم. بتحطهم كده اهوت وبتكبسي على ايدك كده. ده يا جماعه كمان ده بيفتح البشره معاكي، وبتعملي كده حابه ان انت تسيبيها بقى
تسيبيها على بطنك بالشكل ده كده، وبتجيبي كيس استرتش او اي كيس وبتلفي منطقة البطن بالشكل ده كده بعد ما نحط عليها المكون ده. لو لاحظتم لو انا جيت غسلت ايدي او شلت ايدي هتبصي تلاقي المنطقة اللي انا دهنت عليها يعني انا ما حطتش المدة طويلة ولا حاجة، بس هتحسي ان المنطقة دي فتحت معي، وفي نفس الوقت بتنزل الدهون وبتشد الجسم. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، واتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.